عندنا لاموس لهنا تاع الكابويا، عندنا عفوا تاع بطاطا حلوه، عندنا زوج حبات تاع بطاطا حلوه ولا ديروا رطل كيما نقولوا رطل، عندنا حبه تاع الجزر. نعرفوا بطاطا حلوه لازم باش ما تاكسدناش لازم نديروها بالقارص، نحكوها مليح بالقارص. حنا لهنا نقطعوها مكعبات، نغليوها شويه تاع الماء، صافي ما نغليوهاش بزاف الماء باش علاه باش هذوك الفيتامينات تاعها تشرب هذيك البطاطا حتى تشرب لنا هذاك الماء ديالها. خاطر كان نديروها حنا نعرفوا حاجه كي نغليوها نحو هذاك الماء لي فيتامين تاعها كاع يروحوا في هذاك الماء. حنا من الاحسن لازم نديروها الماء تدريجيا حتى نحسوها طيب، هي ديجا ما تشدش وقت طويل في الطياب ديالها. نزيدو نضيفوا لها حبه تاع الجزر، نخلوها تغلي كي تشرب لنا كامل. نضيفوا لها لهنايا عندنا سنينه تاع الثوم، ثوم تحب اللي ما يحب الكو تاعها يقعد باين يخليها كما نقولوا كي يرحي باش يضيف لها الثوم. الا حب الثوم الكو تاعها يكون ناقص شويه يغليها مع البطاطا والجزر وشويه تاع القار، ومن بعد نميكسيو البطاطا والجزر تاعنا مع الثوم ونضيفوا لها كميه تاع الطون وكميه تاع جبن طازج وشويه تاع المعدنوس، وهذا ما كندير له شويه تاع زيت الزيتون. هي صحيه 100% وكما حنا نقولوا هالتي، ومام صحاب الريجيم يقدروا ياكلوها. يستغنى على الطون يقدر ينحي؟ يقدر ينحى ماشي مشكل. نعم يقدر ينحي الطون هذاك يقدر ينحى. هنا الطون هو اللي يزيد يغطينا كاع داك الكوطه البطاطا اللي ما كي ناكلوها ما نحسوش كاع بلي فيها بطاطا.